بسبوسه المكرمله، عندنا كوبايتين من السميد الناعم، معلقتين كبار من الدقيق، ربع كوبايه من جوز الهند الناعم، معلقه صغيره بيكنج باودر، نص كوبايه من السمنه، ربع كوبايه من السكر، كوب وربع حليب دافي، ربع كوب بندق، وده طبعا اختياري، شربات خفيف يكون مقاديره كوبايه ونص سكر، كوبايه ونص ميه، عصره ليمون، ويا ريت معلقه صغيره من الجلوكوز اذا عندكم عسل جلوكوز. اول حاجه باخدها هي السكر، بنزل بيها كده على النار علشان تتكرمل في الحل. البسبوسه دي ليها كام تكه كده عشان تظبط معاكم. اولا ما تغمقوش السكر قوي وما تفتحوهوش قوي، يعني ما يبقاش فاتح بزياده وما يبقاش غامق بزياده قوي، ده معلومه مهمه. وقت دخولها الفرن ما تطولش جوه الفرن، يعني يا دوب هي بتاخد من 12 ل 15 دقيقه على حسب فرنك. عايزه نبقى مضمونين، خلاص 15 دقيقه بالظبط تمام. ما تسيبيهاش وتعلي الشوايه عليها، شغليها من تحت فقط، انا مش عايزاها فوق وتحت، انا عايزاها تحت بس. هي اوريدي بتبقى واخده لون من لون الكراميل. السكر ربع كوبايه او نص كوبايه يرجع لك، هي تستحمل معاكي لحد نص كوبايه، فممكن جدا تحطي نص كوبايه سكر، بس انا حاسه ان كفايه كده سكر لانها بتتسقي شربات، فربع كوبايه سكر معمول كراميل هيكون كافي جدا. انا هلبس بس الجلوفز وابتدي اعمل حاجه مهمه، وهي دمج بقى المكونات بتاعتنا الجافة. جوز الهند يستحسن ان هو يبقى معانا، يعني يا ريت محدش يشيل جوز الهند من الوصفة، وجوده مش طعمه ما بيبقاش واضح قوي، ومهم قوي في المكونات. دي السميد، اللي مش عايز دقيق ابيض ما يحطش، ما عنديش اي مشكله خالص. عندنا هنا البيكنج باودر، وادي جوز الهند. دي مكوناتي الجافه، هننزل عليها بالمكونات السايله، وهي السكر اللي بيتكرمل، لما نحط عليه السمنه ونحط عليه اللبن. حاضر. بص بس على الكراميل ابتدى ياخد لون اهو، هنديله لون مش غامق قوي ومش فاتح قوي، اكيع عادي بتدوب. بننزل بكميه السمنه بتاعتنا، بنوزعها كده، بنشيل الكلام ده من على النار، وننزل بلبن الى حد ما يكون دافي، احسن ما يبقى ساقع. هيمسك يعمل كده، هنسيب الكلام ده لحد ما يبقى سائل مع بعضي على النار. انا بس ههدي النار سنة. لحقت الكراميل هنا بيفضل يعمل كده وعادي بيسيح، ما عنديش مشكله، سيبيه يسيح وياخد وقته. ممكن انا عشان يبقى ما عنديش وقت قوي اصفيه عشان اكسب وقت، بس مش هعمل كده الا لما اطمن انه ادى اللون وكله تمام، واسيبه لحد ما ايه اشوف اللي في الفرن يمكن ياخد وقته في الفرن عادي. انزله سخن ولا بارد؟ يستحسن يكون بارد شويه، ما يبقاش سخن قوي، يعني بيكون بس دفي مش مولع واقوم نازله بيه، هتفرق طبعا، ولكن وجود يعني لما ينزل دافي هيكون افضل من ان هو ينزل عشان نعرف نبسها كده ونقلبها صح كده. خلينا نكسب وقت، زي ما قلت لكم الخلطه بتاعتنا تكون بارده احسن او دفيت، يعني مش شرط تبقى سخنه، بس خلينا ايه عشان انا اكيد ما عنديش وقت خالص هعمل كده. ممكن الكراميل ياخد لون اغمق من كده شويه، ممكن مفيش مشكله، بسي
اعملي كده كده كده. بصي السميد بيتشرب على طول الخلط، اهم حاجه ما تطوليش عليها في الفرن 15 دقيقه، عايزاها تاخد اللون الغامق، غمقي الكراميل عني شويه، انا بس مش عايزاكي تغمقيه بزياده لدرجه ان انت تقولي لي طعمها ممرر، بس هو ده اللي انا ببقى خايفه منه. بتدخل الفرن بتقعد ال 15 دقيقه، ادهني صينيتك يا اما سمنه يا اما طحينه، شكرا يا رب. يا اما سمنه يا اما طحينه، والطحينه طعمها ما بيبانش خالص، وما تشيليش جوز الهند لو سمحتي، لو سمحتي، عشان انا عارفه السؤال ده بيتكرر كتير قوي، شيل جوز الهند، شيل جوز الهند، شيل جوز الهند، سيبي جوز الهند في حاله. ساوي انا بقى دي معلش مش هعملها بالبندق عشان ما عنديش وقت، ابقوا انتوا رصوا بندق او خلوها ساده وبتبقى احلى. وبعدين ايه، ناس عملتها قعدت تقول لي ما كانتش سايبه كده، انت بتاعتك سايله وجميله وحلوه، ما هي زي الفل اهي. طيب ماشي اوكي. طب شفتوا اشيل قالوا لي حطي البندق، طب تصدقوا بقى ان انا مش هحط البندق، اهو انا هرجع في كلامي، قالوا لي حطي البندق عادي عادي، لا لا مش هحط، قالت لي لا. رغدة قالت لي ما ترصيش قوي كده، لا خلاص مش مهم يا جماعه بالبندق، مش مهم، بلي ايدك ميه وساوي بيها، بلي ايدك تاتش ميه صغنطوط خالص وساوي بيها البسبوسه بتاعتك بالشكل ده، اوكي بلت ميه بس كده 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 كده، اهي طريه وزي الفل، عشان قعدتوا تقولوا لي ما بتنزلش ما بتعملش، مالها اهو البسبوسه تدخل الفرن على الرف اللي في النص مش تحت، هتقعد 15 دقيقه ما تزودوش عن كده، بعد 15 دقيقة تطلع الشربات خفيف، الشربات سخن أو دافي بس مش بارد، وهي سخنة تعمل تش نغطيها البسبوسة دي تاني يوم أطرى من أول يوم، يعني لكم أن تتخيلوا أن أنتوا هتغطوها هتاكلي منها تاني يوم هتبقى أحلى، والنهاردة كمان هتبقى حلوة وجميلة وكل حاجة، بس تاني يوم عكس البسبوسة العادية اللي بتنشف مننا، تاني يوم بتكون أطرى وتحفة. قشطه بقى حلوه كده، قشطه بلدي من عند اللبان او وش اللبن.